السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى تلقاكم هاد لا فيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. بغيت نوجه تحيه في الاول لكل المتتبعين والمتتبعات القدام وجداد، وكنخص بالشكر والترحيب الاخوات الجزائريات. كنقول لكم مرحبا بكم معايا في القناه، وشكرا لكم على التعليقات الزوينه ديالكم، وكنتمنى نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. ونخليكم مع الفيديو اللي في البدايه ديالو غنشارك معكم صور وبعض اللحظات لعيد ميلاد ديال ولد بنت خالي اللي مشينا عندها من الصباح، عرضات علينا حتى الغدا، كبرات بينا وجدات لينا كتف ديال الغنمي مع الخضر صوتي والسفه، دوزنا معها نهار غزال، وفي العشيه احتفلنا بعيد ميلاد ديال ولدها. فنخليكم مع الفيديو ونتلاقاو من بعد. السلام عليكم، انا رجعت معكم. غادي نوجد ان شاء الله اليوم الكوتي واحد البسبوسه بغيت نشاركها معكم، ولكن قبل تفكرت باش نشارك معكم الثوب اللي كنت خديت للدراري على حساب النوامس، راه تخيط وجد، غادي نوريكم كيفاش طلع. باش نقلب الكاميرا وانا معكم. المهم هذه هي ناموسيه ديال الدراري. كما قلت لكم كنت خديت هذا الثوب الكحل، هو اللي درت ليه الباندا على حساب الماطله، واللي مزوق فيه هذاك الموتيف ديال الطريق والطوموبيلات، درت به بالبسيط ودرت به واحد لي زور هنايا، انا طويه هنا محطوه، كيجي بحال هكا، كيجي زوين. نقرب لكم باش تشوفوا. جا صورتي مع هذا الديكور اللي عندهم هما هنايا في الحيط. فوق منو دايره غير هاد ليطاجير فيها القصص ديالهم. وهذا البلاكار اللي كنت خديت ليهم من ايكيا، راه كنت صورته لكم فاش مشيت لايكيا. صافي بعدها كنبقى نبدل به مره مره. كنت خديت ليهم واحد توب اخر في لون مفتوح مره اخرى، ونعاود نوريه لكم حتى هو جا زوين. انا غادي نجبد الناموسيه الاخرى ونعاود نوريها لكم. هي الناموسيه الثانيه، حيت هي على شكل لي تيغوار كيدخل، على حسب ما عنديش لي سباس هنايا لجوج نوامس. صافي حتى هي نفس الطريقه، درت ليها لي زار لي بال
على حسب المطله اللي بالباندات من الجناب في النوار، والمخده او ليزر فهذاك التوب اللي فيه الموتيف كيجيو بحال هكا. كنتمنى نكون فدتكم بهذه الفكره. اللي بغات تفرش هكا للدراري النوامس ديالهم، دوزو دابا باش تمديكم معايا الكوزينه ونوجدو البسبوسه ديالنا للكوتي ان شاء الله. دابا غادي ندوزو باش نوجدو البسبوسه. عندي هنا ثلاثة ديال البيضات، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال الكوك، وجوج كيسان ديال السميده رقيقه، واحد ياورت فاني، ساشي ديال الفاني، وجوج خمارات، والتزيين هنا خديت اللوز مهرمش غير عادي. الا عندكم حتى هذاك اللي كيكون مقلي ومالح راه كيجي زوين، ولا بغيتو تزينو بلوز ايفي اللي كيبقى لكم الاختيار. انا هنا درت غير اللوز هو اللي مولفه كندير بزاف. وغادي نبداو دابا، غادي ناخذ ثلاثه البيضات نزيد عليهم كاس ديال سنيده، غادي نطربهم مزيان. باش تستعملوا الطراب الكهربائي الباتور استعملوه. صافي هنا كنخلط مزيان، وكنزيد كاس ديال الزيت. هاد البسبوسه غير جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم، انا هي المعتمده عندي ما كتحشمنيش نهائيا. صافي كنخلط مزيان، غادي نزيد ساشي ديال الفاني، ياورت ديال لافاني، نزيد كاس ديال الكوك، كاس الأول ديال السميدة، الكاس الثاني، غادي نضيف هنا جوج خمارات وغادي نحركهم مزيان. هاد الوقيته هادي غادي بين ما دهنت المود ديالي غادي نشعل الفران باش يكون سخون شويه. صافي غنحرك مزيان وغادي نشعل الفران وندوز باش ندهن المول ديالي وندير فيه البسبوسه وندخلها الطيب.
كما شفتوا معايا انا خديت المول، انا خديت هذا اللي كيتحل من الجنب، دهنته بالزيت ودرت فيه شويه ديال السميده رقيقه. غادي نفرغ فيه دابا الخليط اللي وجدنا. كما قلت لكم هاد البسبوسه راه كتجي زوينه بزاف، كتجي خفيفه وزوينه وكتوجد دغيا، ما كتاخذش الوقت نهائيا. صافي هنايا من بعد ما خويت الخليط ديالي انا غادي نزينها دابا باللوز مهرمش. ممكن تخلي واحد تطيب وتسقيوها وديروا ليها الكوب، اولا مهم كاين اللي غيبغي يدهنها بالكونفيتور، اللي بغى يدهنها بالعسل. انا هذه هي الطريقه باش كنزينها في اغلب الاوقات، اما كنديرها كلوز مهرمش كما قلت لكم اولا لوز ايفيلي ولا حتى هذاك اللوز المحمر اللي كيكون مالح مقلي. صافي غادي نزينها هكا وغادي ندخلها الفران باش تطيب. ملي تقرب الطيب غادي نوجد السيرو باش غادي نسقيها. صافي دابا غادي ندوز باش ندخلها الفران ونتلاقاو من بعد. بالنسبه للسيرو باش غادي نسقيو البسبوسه، هنا خديت واحد الكاس ديال عصير ديال الليمون ودرت معاه واحد شويه ديال السكر حيت هذا الليمون لقيتو شويه ما محلوش. الا ما توفرش الليمون كاس ديال الماء غادي يكون كافي مع شي 4 المعالق ديال السكر هكا. انا كنزيد معاهم السكر ديال بالنكهه ديال البرتقال كيعطي حتى هو واحد النكهه زوينه، سيرتو الا كان ما غيكونش الليمون. الا قدرتوا تستعملوا هذا السكر هذا ديال النكهه ديال زهره البرتقال غيكون احسن. غادي نزيد معاهم هاد الساشيه وغادي نديرهم يطبخوا واحد شويه وما مش غادي نسقي البسبوسه ديالنا ان شاء الله ملي تخرج من الفران. صافي هنا من بعد ما طابت البسبوسه ديالي خرجتها تحمرات مزيان كتكون باقا سخونه كندوزو باش نسقيوها. غنسقيها بداك العصير ديال الليمون اللي درت قبيله، ما كتكون سخونه كتشرب دغيا. من ضروري واحد فيهم يكون سخون، اما البسبوسه تكون سخونه اولا السيرو اللي يكون سخون واحد فيهم. هنايا انا السيرو راه شويه بدا كيبرد لكن البسبوسه مازال شاده سخون. يلا خرجتها من الفران مباشره غنسقيوها باش تشرب وتجي فتيه ورطبه. صافي دابا غادي نخليها حتى تبرد عاد نديموليها ونقطعها ونتلاقاو من بعد. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران وديموليتها. غادي نقطع معكم هنايا واحد المورسو شوفوا كيف كتجي. كتجي بحال هكا، ما كتجيش معجنه ولا مدقصه، كتجي شويه مفشفشه. ان شاء الله غير جربوها راه ما غاديش تحشمكم وغادي تعجبكم وغتولي هي المعتمده عندكم بحالي انايا. كنشكركم على المتابعه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساونيش في لي لايك والتعاليق. السلام عليكم.